موقع أنا السلفي. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال الشيخ السعد رحمه الله: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي يا من من الله عليهم بالإيمان قوموا بلوازمه وشروطه، فقوا أنفسكم وأهليكم نارا موصوفة بهذه الأوصاف العظيمة، ووقاية النفس بإلزامها أمر الله امتثالا ونهيه اجتنابا، والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب، ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله، فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفي من تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هم تحت ولايته وتصرفه. ووصف الله النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده عن التهاون بأمره، فقال: وقودها الناس والحجارة، كما قال الله: إنكم يعني الكفار وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون يلقون في النار كما تلقى الحصباء عليها ملائكة غلاظ شداد، أي غليظة أخلاقهم، شديد انتهارهم، يفزعون بأصواتهم ويزعجون بمرآهم ويهينون أصحاب النار بقوتهم وينفذون فيهم أمر الله الذي حتم عليهم بالعذاب وأوجب عليهم شدة العقاب، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا فيه أيضا مدح للملائكة الكرام وانقيادهم لأمر الله وانقيادهم لأمر الله وطاعتهم له في كل ما أمرهم به. ثم وبخ تعالى أهل النار بقوله: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، فإنه ذهب وقت الاعتذار وزال نفعه، فلم يبق الآن إلا الجزاء على الأعمال، وأنتم لم تقدموا إلا الكفر بالله والتكذيب بآياته ومحاربة رسله وأوليائه. ثم أمر سبحانه بالتوبة النصوح، فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ووعد عليها بتكفير السيئات ودخول الجنات والفوز والفلاح حين يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم ويمشون بضيائه ويتمتعون بروحه وراحته ويشفقون إذا طفئت الأنوار التي تعطى المنافقين، ويسألون الله أن يتم لهم نورهم فيستجيب الله دعوتهم ويوصلهم بما معهم من النور واليقين إلى جنات النعيم وجوار الرب الكريم. وكل هذا من آثار التوبة النصوح، والمراد بها التوبة العامة الشاملة لجميع الذنوب التي عقدها العبد لله، لا يريد بها إلا وجه الله والقرب منه ويستمر عليها في جميع أحواله. في الآية الأولى الأمر بوقاية النفس والأهل النار. وقاية النفس أن يلزم العبد نفسه القيام بأمر الله وأن يترك ما نهاه الله عز وجل عنه،
أن يقف كل منا مع نفسه وقفة صدق، فينظر أين أنا مما أمر الله به، فإن كان شيء من التقصير تاب إلى الله منه واستقام. أين أنا مما نهى الله؟ فإن كان يتجرأ على شيء من الحرام، يتجاوز شيئا من الحدود، فليتب إلى الله تبارك وتعالى، ثم ينظر إلى أهله، هل وقاهم عذاب الله؟ هل علمهم وأدبهم؟ كما في الحديث: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، أضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. والزوجة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وسيسأل العبد عما استرعاه الله عز وجل يوم القيامة. ليست المهمة الطعام والشراب والتعليم المدرسي أو الجامعي، إنما المهمة الأخطر والأهم أن تعلمهم دين الله، القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والآداب والأخلاق الإسلامية، وأن تعينهم على القيام بأمر الله تبارك وتعالى. وما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته، إلا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. وإذا تفكر العبد في أوصاف النار دفعه ذلك إلى القيام بما أمر الله والانتهاء عما حرم الله تبارك وتعالى. إذا وجد في نفسه شيئا من التقصير فليجتهد في النظر في أحوال اليوم الآخر. في الآية التي بعدها: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فإذا اعتذروا لم يقبل اعتذارهم، فكيف إذا كان لا يؤذن لهم فيعتذرون؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا بسبب أن الفرصة قد فاتت وقد كانت بين أيديهم في الدنيا فأضاعوها. في الآية التي بعدها الأمر بالتوبة النصوح، وهي الرجوع مما أو عما يغضب الله إلى ما يرضيه، الإقلاع عن المعاصي والندم على ما فعل والعزم على ألا يعود، وإعادة الحقوق لأصحابها، وأن تكون لوجه الله تبارك وتعالى، وأن تستغرق وتشمل كل الذنوب، وأن يستمر عليها في جميع أحواله، ويستعين بالله عز وجل على ذلك، فمآلها الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، وهذا هو الفوز الحقيقي الذي ينبغي للعبد أن يسعى له. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولذلك.